أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أؤكد لك يا سيد سليمان أنك اخترت السفينة المناسبة لنقل بضائعك. يا عمر، إن الأهم من السفينة لدي هو الشخص الذي سوف يحمل هذه البضائع، يجب أن يكون أمينا وموثوقا به. وبالطبع أنا لن أجد شخصا في مثل كفاءتك، فأكثر شخص يمكن أن أثق به هو أنت أيها القبطان، وفي الحقيقة لست على استعداد أن أعطيها لأحد سواك. لكني أريد أن أعرف أولا ما البضائع التي سأنقلها، أظن أن لي الحق في ذلك. بالطبع سترى البضائع، ولكن بعد أن توافق على نقلها أولا. يجب ألا يعلم أحد بأمر هذه البضائع سوى أنا والشخص الذي سيقوم بنقلها فقط. إن الأمر يتطلب سرية تامة. أظن أنها ليست مهمة سهلة، ولكني سأقوم بها من أجلك يا سليمان. كنت واثقا بأنك لن تتردد في ذلك، فأنت الشخص المناسب لأداء هذه المهمة، لأنها تحتاج إلى قوة وشجاعة لا يملكها أحد سواك. أتمنى ألا أخيب أملك إن شاء الله. حسنا يا عمر، هيا لنرى الأمانة. هذا هو سعره صدقني. تفضل أيها القبطان. لا يوجد شيء هنا، لا أرى شيئا. إذن فأين البضاعة التي سأنقلها؟ الجدران؟ أظن أنه ليس من الحكمة أن تترك بضاعة قيمة على مرأى من الناس، أليس كذلك؟ نحتاج إلى الحيلة في بعض الأحيان. ننظر، سنلقي نظرة على البضائع. إن البضائع التي ستنقلها أيها القبطان توجد في داخل هذا الممر السري الذي لا يعرفه أحد سوانا بالطبع. ما هي البضائع التي ستنقلها يا عمر؟ لكنها ليست كثيرة. لا تنخدع بالمظاهر. كم هي ثقيلة هذه الصناديق؟ انتظر أولا حتى ترى البضائع التي في داخل الصناديق، ما رأيك بذلك؟ بالطبع سأراها. حسنا تفضل. ذهب؟ إنها محاولة خطيرة جدا. ولهذا اخترتك أنت بالذات لهذا الأمر يا عمر. إنني على يقين تام أنك ستؤدي هذا العمل على أحسن وجه. حسنا، إلى أين سننقلها؟ إلى جزيرة مرجان. تقول جزيرة مرجان؟ إن طريقها مملوء بالقراصنة. أعرف، ولكن معلوم لدى الجميع أن القراصنة يخافون منك جميعا. لكن الأمر يختلف إذا علموا أنه ذهب. يا عمر، إنني أستعين بك بعد استعانتي بالله تعالى. أرجو ألا تخيب أملي، والله ولي التوفيق. السرعة والكفاءة أمران مهمان في مثل هذه الأعمال، لذا يجب البدء بالعمل بأسرع ما يمكن، ولنبدأ بتحميل البضاعة على السفينة قبل فوات الأوان. ادخل. أيها القبطان، لقد أمسكنا براكب غريب على ظهر السفينة. اتركه يا رشيد، إنه راكب معروف لنا. أخبرني أين وجدتموه؟ لقد وجدناه ملتفا بالحبال بجانب قارب النجاة أيها القبطان. معذرة، ما كنت أريد الصعود إلى سفينتكم، آسف.
قل لي لماذا صعدت إلى سفينتنا وماذا تريد أيها الفتى الصغير؟ أريد أن أكون بحارا أيها القبطان، أريد أن أكون بطلا مثل القبطان عمر، أركب البحار وأحارب القراصنة الأشرار أمثال شداد. خنجر هاتي. هل تعرف يا رشيد الطفل الذي أخاف شداد بسكينه الصغيرة؟ هو ذا. إذن هو الطفل الذي أخبرتني عنه. ما اسمك يا فتاة؟ أنا البحار بندق. خنجر جميل. من أين جئت بهذا الخنجر؟ أعطاني إياه والدي. وأين هو الآن؟ مات في العام الماضي. أنت طفل شجاع يا بندق، لنرى مهارتك أيها البحار الصغير، سوف يبقى معنا على السفينة. يعيش القبطان عمر. ولكن ماذا سيعمل بالسفينة يا قبطان؟ يباشر أعمال النظافة. أشكرك أيها القبطان. سيمرون من هنا، ليس هناك طريق آخر. لقد نفد صبر رجال من طول الانتظار. معك حظ. أنزل الراية، السفينة ستمر من هنا عند المساء. لماذا كثرت أحرف السين؟ أنزل الراية. ماذا؟ أين نحن الآن؟ بندق ولد نشيط ويعمل بإخلاص. أجل سيصبح بحارا. تعبت أخيرا يا بندق. لا يا سيدي. انظر إلى هناك يا بندق، ما رأيك؟ الله، منظر رائع فعلا. إنه منظر جميل وبديع. يا سبحان الله. بعد اجتياز هذا الشاطئ الحاد نبتعد عن السواحل الرئيسية ونتوجه نحو الجزيرة. هنا نحن على وشك رحلة تدوم 12 يوما على البحر. ها؟ ربما يكونون القراصنة. تعال معي. سفينة على الشاطئ الآخر. أهلا بالقراصنة. سيدي تفضل. هل ترى راية السفينة يا قبطان؟ لا أرى شيئا. تبدو السفينة خالية من الركاب. تبدو سفينة مشبوهة، علي أن أخبر الرجال ليستعدوا ويأخذوا حذرهم. لا، سنحاول المناورة في وسط البحر.
هل ظهروا؟ أجب. إن المنظار عاطل. أنا لا أرى شيئا أبدا. أيها الأبلة، انظر بعينك السليمة. معك حقا يا سيدي، سأنظر بعيني السليمة. كيف يمكنني القنطنة بهؤلاء الحمقى؟ يا يا يهربون. بل قل إنهم يحاولون الهرب عبر وسط البحر. لا تبالي، فحتى إن أرادوا ذلك فلن يستطيعوا. سوف يبطئ الماء الداخل من ثقب صغير سفينتهم، أليس كذلك؟ يا ولد، ثقبتموها؟ متى فعلتم ذلك يا قرصان؟ قبل أن تغادر السفينة بليلة. لقد غاص في البحر وثقب السفينة من الخلف ثقبا صغيرا. انظر يا قبطان، إنهم يبتعدون. شيء جميل، فلنقضي عليهم جميعا. رشيد، ينتابني إحساس سيء. شيء غريب فعلا. ما الأمر؟ الرياح تدفع الأشرعة، ومع هذا فإننا لا نجري بسرعة كافية يا قبطان. هيا يا رجال، هجوم، افتحوا الأشرعة. كل المدافع جاهزة. حسنا، سنلتقي بهم، فليستعد الجميع للمعركة. قبطان عمر، قبطان عمر، قبطان قبطان عمر، يا قبطان عمر، يا قبطان، عليكم المجيء إلى المخزن فورا. انتظر هنا يا رشيد. هناك ثقب في القاع. لقد تفقدنا أمر السفينة سابقا. لابد أن الثقب قد ظهر قبل انطلاقنا بليلة، أو هناك خائن فيما بيننا. أيها القبطان عمر، أعتقد أنني قد رأيت الفاعل. أجل، إنه القرصان الأعور من أعوان القرصان شداد. أخبروا القبطان بسرعة. ماذا حدث؟ أعتقد أننا وقعنا في البحر. هيا نصعد فورا. أعطني المنظار يا رشيد. تفضل. إنهم القراصنة يا قبطان، انظر إلى البرج. إنه شداد وأعوانه، نصب لنا فخا ماكرا. جهزوا المدافع، بل نعاملهم بالمثل. إننا في خطر شديد أيها القبطان. هيا أطلقوا النار. هيلا 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 هيلا. مدافعهم أقوى مما ظننت. رشيد، عليك الاهتمام بالمدافع هناك. هيا اذهب يا بندق إلى المخزن فورا، وأخبرني في حال ارتفاع منسوب المياه. هيا أمرك. سوف يصاب بالأذى إذا بقي هنا.
يا بحر هند. يا رب إنه في خطر أكثر من المدافع. كن حذرا يا بندق. هذا المياه ارتفعت كثيرا. اقترب اقترب. وأخيرا هي. سوف أصيبها في وسطها تماما وأجعلها شطرين. وسطها؟ قلت لكم ألا تصيبوا السفينة في وسطها. يا غبي، سيغرق الذهب والسفينة إلى قاع البحر سويا. حاولوا ألا تصيبوا السفينة مطلقا. إنهم لا يصيبون السفينة، لهم غرض آخر، أليس كذلك يا قبطان؟ نعم يا رشيد، إصابة السفينة ليست هدفهم. معك حق أيها القبطان، إنهم يريدون الاقتراب من السفينة فقط. أنا أعرف هذا، إنهم يريدون الاستيلاء على السفينة بكل غنائمها. قبطان عمر! ها؟ يا قبطان! ها؟ ماذا حدث؟ المياه يا قبطان تكاد تصل إلى المخزن العلوي. إنها مشكلة كبيرة، ليكن الله في عوننا. رشيد، أرسل أربعة من الرجال إلى المخزن ليحاولوا تفريغ المياه. هيا بسرعة. لم يتبقى لدينا إلا ثمانية رجال للمعركة. قل للجميع أن يأخذوا أسلحتهم. هيا جاهز الحبال يا عيني. لقد اقتربوا كثيرا أيها القبطان، ماذا سنفعل؟ اسمع، علينا الدفاع عن سفينتنا ومنعهم من الصعود على متنها، فاستعدوا للمعركة. اقطعوا الحمار. القتال. نار. ماذا؟ لماذا تأخرت المدافع في الإطلاق؟ حسنا سأريكم. أطلقوا النار. رشيد، رشيد، هل أنت بخير؟ أنا بخير يا قبطان، لا تخف. ترى ما الذي يحدث في الأعلى؟ كيف تسير الأمور؟ وجدنا الثقب وسددناه، وليست مياه مرتفعة إلى الدرجة التي تغرق السفينة. إنهم هناك. أريد أن أنزل القبطان عمر. اربطوا هؤلاء الأسرى وأنا سأنزل إلى المخزن وأفتش الصناديق بنفسي. أهلا أهلا. أخيرا التقينا يا فدائي القبطان عمر، مرحبا بك. أرجوك أين صناديق الذهب أيها الصغير؟ لا لا تقتلوا الأسرى يا أبا حنك، سوف نبيعهم في سوق العبيد وسيكون سعرهم باهظ. سيدي، لا يوجد في المخزن ذهب، ولكنني وجدت هذا الولد، هل تذكره؟ ألقيه في الماء. عليكم تفتيش الغرفة الخاصة بالقبطان عمر. يا قبطان! نار!
قبطان عمر. الحمد لله أنك على قيد الحياة. تماسك، الشاطئ ليس ببعيد عنا. بندق يا إلهي، سنتبع اتجاه الصوت، هيا بنا. هيا آخرهم يا قبطان عمر، لقد قضينا على الذئاب، الحمد لله وصلنا في الوقت المناسب. أتعرف كان بندق سيقضي على الذئاب وحده. قبطان عمر، الحمد لله على سلامتكما. قبطان، اعتقدت أنني لن ألتقي بك بعد الآن. لقد ظننا ذلك أيضا، حمد لله على سلامتك يا صغيري. لقد استولى القراصنة على السفينة يا قبطان. سنرجع إلى السفينة وسنعيد الأمتعة إن شاء الله. بندق، لا تقلق، هيا بنا نذهب، فإن وراءنا أعمالا كثيرة. أمرك يا قبطان. علينا الابتعاد عن الساحل، لن نستطيع الذهاب من هنا. لكن يا قبطان، إنها الصحراء في تلك الجهة. المدينة في المرفأ يا رشيد، لا حيلة، وللوصول يجب علينا الاستدارة حول هذه المنطقة التي في الأعلى. Thank you.
هذه العاصفة طويلا. يا مرحبا من الشمس الصفراء كبان الرمل أحيط بنا هذه هي الصفراء. تحمل الحرارة والتعب، لقد أصيب بالحمى. لنحمله يا رشيد حتى نجد مكانا ظليلا، علينا أن نستريح قليلا حتى لا يصيبنا الإعياء جميعا. رشيد، هناك منطقة صخرية، هيا نسترح. رمال ذهبية وحرارة من الشمس الصفراء كبان الرمل تحيط بنا هذه هي الصحراء. احتموا بهذا الظل هنا، سوف أصعد على هذا التل لأكتشف الجهات. اصبر يا صغيري اصبر. أكاد لا أصدق ما أرى. تعال إلى هنا بسرعة. هيا. يبدو أن القبطان عمر قد وجد شيئا سارا يا بندق، هيا بنا. ها هي البشرة. الله أكبر الله أكبر. أكثر مما تتوقعان. لقد قطعنا من هنا إلى هنا خلال يومين، ولو مشينا من هنا يومين أيضا سوف نصل إلى المدينة الموجودة على المرفا. علينا أن نستريح قليلا وسوف نغادر مع نسمة المساء. استريحوا أنتم وأنا سوف أتجول قليلا في هذه المناطق. لا تبتعد كثيرا يا بندق. في الصحراء لهذا تتجولون دون اهتمام، ماذا تريدون؟ هل أنتم قطاع طرق جدد في المنطقة أم ماذا؟ ألا تعلمون أن هذه المنطقة تابعة لي أنا؟
يبدو لي أنكم لصوص، أليس كذلك؟ نحن بحارة وقد هاجم القراصنة سفينتنا. بحارة هنا؟ أعتقد أنكم لا تملكون شيئا من النقود، ولكنكم ستباعون بثمن جيد. ولكن ماذا سأفعل بهذا؟ عجوز، لا أحد يشتريه مني. يا رشيد. حسنا، تبدو عاقلا ورزينا. أخبره ألا يتهور. يا عماد، هيا أسرع وأحزم البضاعة جيدا. نشكرك كثيرا أيها القبطان عمر. لن ننسى أنا وحفيدي عماد ما قدمته لنا من مساعدة وإنقاذ لحياتنا. قبطان عمر، يبدو أنك تعرف هذا الشاب. أجل يا رشيد، الطفل الصغير كبر. عماد، معذرة يا قبطان عمر. عماد، قبطان عمر، أخبرني ماذا يجري. إن شاء الله يا رشيد سننجو. اربط هذا اللص جيدا يا بندق، وانا ساعتني بامر الاخرين. النجدة، النجدة، الأسرى يهربون. النجدة، هيا. صباح الخير. صباح. لنصبح على الآخرين. أهلا أهلا، صباح الخير، هل نمت جيدا؟ لقد أخطأت في اعتبارك لقمة سائغة يا قبطان. يبدو أنك نشيط وشجاع أكثر مما ظننت. احذر يا قبطان. لم أدري أن لديك سكينا أخرى. احذرا منهم وشدا وثاقهم بوثاق بعضهم. علينا المغادرة، سنصل المدينة عند حلول المساء إن شاء الله. يا للغرابة، يبدو أنه لا أحد في المدينة. لدي إحساس أن شخصا ما يراقبنا. معهم أسلحة. ماذا؟ أريني. ها؟
افتحوا النافذة. من هذا؟ القبطان عمر. أنا سعيد برؤيتك أيها الصديق العزيز. أهلا يا عمر. أهلا. أهلا بك. أهلا بك أيها الصديق. أهلا. افتحوا أبوابكم ونوافذكم، ليس هناك أي خطر، إنه صديق. أنت ذاك. اسمع، أنت أيها السارق القذر، كم مرة سطوت على قريتنا؟ مهلا أيها القاضي، قد يكون سارقا ولكنه أسيرنا، علينا أن نتصرف معه هكذا. لا تلمني يا عمر، فقد كانت لحظة غضب فقط. تستطيعون أن تأخذوا اللصوص، لقد وفقنا الله في القبض عليهم بعد أن هاجمونا. هل تختبئ المدينة بأكملها من أجل 4 أو 5 لصوص؟ لا أبدا، إن الأمر أكبر من ذلك. القراصنة. القراصنة؟ تقول القراصنة؟ عندما رأيناكم من بعد توهمنا وقلنا إن القراصنة قد قدموا، ولكننا قادمون من الصحراء أيها القاضي. معك حق، ولكن يا رشيد نحن لا نستطيع أن نحمي أنفسنا من ذلك القرصان شداد. هل قلت شداد؟ نعم شداد، إنه ذلك القاتل. ولماذا اندهشتم؟ لقد سنحت الفرصة لشداد أن يسرق سفينتي وما عليها يا سيدي. إذن رجعوا لي هذا السبب. ونحن لا نعرف مقرهم الآن. حسب ما نعرف وعلى ضوء تقديراتنا فإن القراصنة قد رسوا في إحدى الجزر. كلما سيطروا على إحدى السفن عادوا إلى هذه الجزر، يحملون غنائمهم ومآسي الآخرين، ثم يأتون إلى هنا يشترون المأكولات ويفتعلون المشكلات. وهل تعرفون مكان الجزيرة؟ لا، هناك مجموعة من الجزر وجزيرتهم غير معروفة تماما. قبطان عمر، بالمناسبة لقد شاهد بعض رجالي سفينة القرصان شداد هذا اليوم. اليوم؟ أجل، وحتما سوف يأتون إلى أحد الأماكن القريبة ليتزودوا ببعض الأغراض. قبطان عمر ما بك؟ هل هناك شيء؟ ليس هناك أي شيء يا رشيد. ما علينا الآن إلا أن نرتاح، وغدا نضع الخطة. قبطان عمر، حمد لله. أين عثرتم عليه؟ صادفناه عندما كنا نصطاد في المنطقة الغربية، وعندما رأيناه مسلحا أمسكناه وجئنا به. إنه بالتأكيد من أفراد اللصوص، يجب أن نقضي عليه. نعم يجب أن نقضي عليه. إذا مس أحد منكم هذا الرجل سوف أتصدى له أنا بنفسي. أنتم تدافعون عن اللصوص إذن؟ وبالتأكيد أنتم منهم أيضا. تقدموا إذن. لم أرى في حياتي مثلكم أبدا، إنكم كالنساء، أنتم تمكثون في بيوتكم لخوفكم من القراصنة أو اللصوص، أما إذا أمسكتموهم فرادى فسوف تتشجعون، وبعد ذلك
تريدون أن تصبوا غضبكم على هذا الشاب؟ وعلاوة على ذلك فهو مقيد. نعم، وحتى الآن لم تثبت إدارة هذا الشاب. لم تعثروا عليه وهو يسرق، بل عثرتم عليه في العراء. وإذا كنتم تمتلكون الجرأة، لماذا لا تقاتلون القراصنة وهم هناك؟ جلبت لكم 4 لصوص أذاقوكم المر، في المقابل أريد منكم رعاية هذا الشاب. إنه على حق، هل من معترض؟ قبطان عمر، هل تثق به؟ أثق به. شكرا لك يا قبطان عمر لثقتك بي ومساعدتك لي. هذا ليس بالمهم، المهم ألا تبتعد عني لأنه قد تحدث مشكلة معه. ما هي حكايتك؟ وكيف وصلت إلى هذه الحال يا عماد؟ كان ذلك منذ فترة طويلة، وكان جدي قد تعرض لمرض على أثره فارق الحياة. وبعد موته أصبحت وحيدا. رأيت نفسي ودون أي علم وسط اللصوص والسارقين وقطاع الطرق. في البداية كنت أقوم ببعض أعمال السرقة، وبعد ذلك اختلطت مع لصوص الصحراء. كنت أتذكر نصائح جدي بين حين وآخر. كنت أحس بندم كبير على الأعمال التي كنت أقوم بها. لو اختلط أحدكم مع اللصوص ستعلمون أنكم لا تستطيعون مفارقتهم وأنتم أحياء، ولكنني أشكر الله على مجيئكم ولقائي بكم. في الحقيقة عندما فككت وثاقكم شعرت أنني أفك وثاقي منهم، وقضيت ليلتي كلها في التوبة وتوسلت إلى الله أن يغفر ذنوبي ويسامحني. وعرفت فيما بعد أن القرار الصحيح هو في مصاحبتكم، ولهذا السبب تبعتكم، وأنتم تعرفون البقية. بما أنك جئت فأهلا بك بيننا يا عماد. أهلا بكم يا أصدقاء. أهلا. موج البحر ينادي كل البحر رقيق، يكون لك بحرا هادي. نريد أن نقاتل بجوارك يا عمر، هذه معركتنا أيضا. إذن فلنستعد. أنا واثق أننا سنعلمهم كيف يقاتلون. على الجميع مساعدة القبطان عمر في استعادة سفينته. ولنبدأ التجهيزات. إذا دخل القراصنة المدينة فاعلم أنهم سيدخلونها بمدافعهم الكثيرة العدد والموجهة نحو المدينة. سوف يقذفون المدينة بالمدافع إذا عرفوا أننا موجودون هنا. وما العمل الآن؟ هل يمكننا العثور على مدفع أيها القاضي؟ هذا مستحيل يا قبطان، إن هذا المكان قرية صغيرة، وإذا استطعنا الحصول على عدة بنادق ستكون معجزة. سيدي أستطيع العثور على المدفع، سأخذكم إلى المكان الذي نستطيع العثور فيه على المدافع، ولكن في البداية سأحتاج إلى مركب صغير. وماذا سنفعل نحن؟ سينهي رشيد جميع الاستعدادات، سنعود بعد قليل. هلا 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 ه
هيلا 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 يا بحر هيلا 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 يا بحر هيلا 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 يا بحر هيلا 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 يا بحر هيلا 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 يا بحر هيلا 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 يا بحر هيلا 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 يا بحر هيلا 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 يا بحر هيلا 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 يا بحر هيلا 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 يا بحر إنها هناك يا قبطان. إنه حطام سفينة قديمة غارقة، ولكن رئيس اللصوص لم يجرؤ على التعرض لها. احذر أسماك القرش. ما دامت المدافع لم تظهر في الوسط فلا بد أنها موجودة في القسم السفلي من السفينة. المخزن تحت الماء. عماد، اجمع لي كل الحبال الموجودة في الأطراف لأنني سأنزل إلى الأسفل. عماد! عماد! ماذا حدث أيها القبطان؟ كنت قلقا عليك. لا تقلق، فإن هناك مدافع وقاذفات كثيرة. اقذف الحبل الذي عندك في مقدمة السفينة. ما الذي حدث يا قبطان؟ دع سؤالك الآن يا عماد واقذف لي بخنجرك. أمسك به، تفضل. ولكن لماذا؟ لأن هناك سمكة قرش. اسحب المدفع بسرعة. أمرك. هذا جيد. احذر يا قبطان، انظر إلى يمينك. لقد أنقذت حياتي يا عماد، شكرا لك. هيا لنعد إلى العمل الآن. اسحب هذه البراميل بسرعة. معنا الآن مدفعان وتسع قاذفات فقط وبرميل من البارود الرطب. أمامنا مهمة شاقة يا عماد، لكننا سننجح إن شاء الله. إله
صباح الخير. صباح الخير، جئت لأغير دور الحراسة. هل أرسلك القبطان عمر يا بندق؟ نعم. إذا حدث شيء هز الراية بسرعة. لقد جهزوا المدافع وأقاموا الشبكة عند المدخل. انتبه وافتح عينيك جيدا. سأكون صاحيا، لا تقلق أبدا. مع السلامة. إلى اللقاء. السلام عليك ورحمة الله أيها القبطان عمر. وعليك السلام ورحمة الله. يقول بندق إننا جاهزون تماما وقد تمت كل الاستعدادات. أجل، والأطفال والنساء خارج المدينة. إذن ما علينا الآن إلا انتظار القراصنة. ارفعوا المرساة بسرعة. موج البحر رقيق، موج البحر ينادي، يا كل تعب هادي. والآن لن ينقذ القرويين من يدي أحد. أنا أشد القراصنة رعبا. سيدي، ماذا وراءك يا أبا حنك؟ تكلم يا بني. لقد اقتربنا من القرية. حسنا، علينا ألا نجعل القرويين ينتظرون أكثر. الأمر يستحق التعب. جزاك الله خيرا، لقد ازددنا قوة بفضلك. لا يمكن لشداد أن يتوقع وجود هذه المدافع خارج القرية، لذلك يستحيل عليه رؤية المدافع. سنقوم بضربه من حيث لا يتوقع. بالتوفيق يا قبطان. نأمل أن ننجح بإذن الله. القرويون في غفلة كبيرة ولا يعرفون أن شداد قد جاء. هيا نفذ الأوامر واهجموا على القرية ولا تدعوا فيها حجرا على حجر. انهبوا، اقتلوا، كلوا واشربوا واثرقوا. يبدو أن شداد وقع في الفخ، فاستعدوا للمعركة. بندق، أخبر القرية بأن تستعد. حاضر. شيء غريب، ليس هناك أحد. لا بد أنهم قد خافوا منا واختبأوا. ما هذا؟ هكذا يكون الاستقبال؟ أنت ابقى هنا، سنعود بعد قليل. أين ذهب هؤلاء الحمقى؟
تعال. كفى، أينما كنتم فاخرجوا. انظر يا أبا حنك. هذا هو الطفل، أمسكه بسرعة. أحضر لهذا الطفل. لقد وقعنا في الفخ، اتبعوني. هيا يا شباب، هيا. أجلتها يا أبا حلق. عماد هيا استعد، اضرب. ماذا؟ لقد سمعت صوتك. مدفع، مدفع بيد القرويين. سأجن. أمسك الراية، سوف تقع على رأسي. دمروا القرية أيها الأوغاد، دمروها. نار. مهلا، لا تستعجلوا بالفرح، لننظر ما هي عاقبة شداد. أسرع يا رجل، أبطني. يا شداد، بأي حال صرت الآن؟ ساعدوني. حسنا، سأساعدك. كل ما أصابني هو بسببكم، وتطلب مني المساعدة؟ لقد نجوت هذه المرة يا قرصان، ولكن لن تنجو في المرة القادمة. هيا يا رجال لنرى ماذا حدث في القرية. هيا بنا. هلا 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 يا بحار هلا 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 يا بحار هلا 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 هلا. بندق، هيا افتح عينيك جيدا يا صغيري. يا رب يا معافي، عافيه لنا. بندق، هل انتصرنا يا قبطان؟ الحمد والشكر لك يا رب. الحمد والشكر لله، انتصرنا، والآن يجب علينا أن نحضر الأمانة من قاع البحر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.